كده نروح ل function string compare strcmp. مثلا نقارن هذا السترينج A وهذا السترينج B. هسه مين أكبر؟ رحنا لبنا بتعيد positive متى؟ so cout and y. أنا أشوف مين أكبر، ما واضح هذا أكبر، فدعم ننزل هيك، ليش؟ لأنه الأسكي أكبر، فماينس 1، يعني هذا أكبر من هذا، أو هذا أصغر من هذا، بتعيد ماينس 1، إذا هذا أكبر من هذا. بتعيد 1، يعني لو حطينا هنا B زي هيك C out حطينا هون B وهون A. اوكي، فB هسه أكبر من A، ليش؟ لأنه الـ ASCII of A، هنطبع الـ ASCII of A and B، هذول الأحرف C out and نحط الـ character A and line، بعدين C out and B N Y. الASCII of A on لاحظ ASCII of A 65، والASCII of B أي هو 66. أوكي، عارفين شو الASCII طبعا، رقم يمثل الحروف، فهون لأن الكمبيوتر ما بيفهمش بالحروف بس يفهم بالأرقام، فعملوا الاسكي. هون الأول أوتبوت الاسكي لبي أكبر من هاي، أو هنشيك إذا اسكي هاي أقل من هاي بنرجع ماينس 1، إذا اسكي أوف هاي أكبر من هاي بنرجع 1، يعني الأكبر بده يكون هون، لازم حتى نرجع بوزيتيف. فتلاحظ هون رجعنا 1 وللي فوق رجعنا ماينس. فاحنا نقارن، هسا إذا كانوا زي بعض كابي مثلا A B هون، نطول السترينج شوية، نطول هون السترينج شوية، صاروا زي بعض، بدي يطبع زيرو إذا زي بعض لأنهم متساويات، شايف هاي زيرو هون، أوكي، فبالترتيب أنت بتعرف من الحروف الأبجدية A B C D E، D أكبر من A و C أكبر من A. الناس كلهم أكبر، حتى لو حطيت زي هيك A و B الناس كله B أكبر من A، راح يطبع ماينس 1، يعني A أصغر من B. فإذا كانت هاي أكبر من هاي خلاص A بيطبع بوزيتيف، بس هاي أصغر من هاي. نعم أولاً هاي ماينس 1، A أصغر من B،
بس لو حطينا هون مثلا بي 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 كلهم، وهون حطينا بي بي بي، اقصد هون بنحط بي بي بي، وهون حطينا A زي هيك. نقارن أول حرف، أحط البي، هذول زي بعض، بعدين نقارن الثاني، فالبي هون هذا أكبر من الـ A اللي هون الأسكيلة، فنعمل run، فلازم يطلع ماينس، لازم يطلع positive number. هاي بوزيتيف نمبر فقط، لأنه هاي أكبر من هاي، يعني هذول اثنين طلعوا زي بعض، أول بي هون وهون، بس البي اللي هون أكبر من الـ A اللي هون، مجرد ما شاف واحد أكبر أو أصغر بياخذ النتيجة. مثلا نكتب F، مثلا نشوف string compare STMP A و B، بدنا نشوف إذا هذول equal to، بس إذا equal not equal not، لأنه برجع لنا zero بنحط not حتى تصير true هون، فنطبع C out equal. end line. نعمل run. oops. string compare C B. فهنا في عنا R ولا هون مفقودة نحطها. run stro، هذا قارن strings، فأنا حط strings زي هيك، لو تنسى هم equal، بس احنا عملنا لط لانه هاي function هذا الليكتر بعيد zero، يعني برجع زيرو محل هذا الاستدعاء، محل هذا الاستدعاء للفانكشن او الاقتراع، بنحط زيرو، فبصفي نط زيرو اللي هو واحد، فبنفذ هاي which is true. هسا نقدر نعمل مثلا care a تساوي A B C D و care B تساوي B A C D. هسا مين أكبر، هذا ولا هذا؟ أول شيء بنقارن الأحرف هذول، اوبس طلعت من هون، الأول حرف هون عندك زيرو مع عندك زيرو، بعدين بنشوف البي أكبر من A من حيث الأسكي، لأنه الأسكي لل A تقريبا الكبيرة الصغيرة، يعني لو عملنا صغار هون شوف شو الأسكي لهم بالناينتيز ولا، نعمل run manager course، هاي مشكلة القوس 16، نروح لو في قوس زيادة بدنا نسمع كمان. اوكي بدنا نحط هاي A صغيرة،
هذيك 65 الكبيرة، وهذا يكون 97 بعدين 98، أو بالترتيب من حيث الترتيب، أوكي؟ بالحروف الأبجدية، بس الصغار ببلشوا أكبر، يعني لو قارنا الـ A مع A، هون هاي مع هاي، فبطلع الـ B أكبر من الـ A، فروحنا كتبنا C out F S T F S T S T R M P string P مع string A سي نطبعها C out bigger B string B is bigger لأنه قارن الحرف ال B مع ال A else C out C string A is bigger من حيث الـ ASCII طبعا ونروح نعمل run B is bigger وين الخطأ؟ لأن يعني الخطأ STRCMP I see on نعمل run أيها B is bigger لأنه الاسكي لها bigger طبعا لو حطينا هاي A زي هيك حرف كبير وهاي خليناها B والاسكي لل A لل B هنروح نحط هاي B حرف كبير مش هيك الاسكي لل B الصغيرة أكبر من ال B الكبيرة كلهم زي هيك فنروح نعمل run هي B is bigger يعني string B is bigger well كمان إذا حطينا هون A B وهون B فهسا هذول متساويات بس ال string طويل شايف هون فبدي أقارن هاي مع هاي فتطلع أصغر لأنه ال A أصغر من B ها السترينج هذا هنسميه مثلا G وهذا K وبعدين هون G K B is bigger اوكي هون B is bigger لأن ال B هاي أكبر من هاي لو حطينا هاي B كبيرة زي هيك بس ال A 97 صح أكبر من B هاي فبالتالي K is bigger نروح نحط هون K وهنا G نعمل run say G is bigger بس كيف صارت G is bigger وين G هسا هاي G B B هذول زي بعض بعدين B هاي اللي هون و A اللي هون بنقارنهم احنا بنقارنها مع B صغيرة اوكي فهاي أكبر فبطلع كيس بيقدر يعني دي الصغيرة الأسكي إلى أكبر لأن الأي تبلش من 97 بس هذيك 65 بالأي الكبيرة فبالأسكي نروح للطبعان شوفان هاي جيز بيقدر سي فتعتمد أو ممكن تحطها سي أوت
just see عشرة بتعيد a function. يعني إذا واحد أكبر من الثاني تكتبان cout strcmp gk بطلع g أكبر فبيكون positive number. Ops equal g is bigger minus 32. Well, not positive number. احنا حطينا g bb الk is بده يصير اكبر. فبالتالي اذا الk اكبر بده يعطينا بناء على هاي الg اصغر بده يعطينا رقم سالب بترجع. او هون بده يترجع انه رقم سالب بس الرقم كبر بس هو سالب. احنا نميز بالسالب والموجب والزيرو. اذا متساويات زيرو اذا غير متساويات تعتمد اذا واحد اكبر من الثاني. اوكي مين اكبر؟